الخير سناب شات، كيفكم؟ شو اخباركم جايز؟ اليوم يوم حلو، اليوم رح يكون يوم مليان بالتفاؤل ومليان بالفرح ومليان بالسعاده. I'm spreading the joy. المهم جايز، الخبر رح يكون على الساعه 2 توقيت الامارات، يعني بعد اكثر من نص ساعه، يعني 35 minutes لنقول، اوكي؟ فكتير متحمسة وان شاء الله تحبوا هالمفاجأة الحلوة، لانه اليوم حلو وحبيت شارك هذا اليوم الحلو معكم. اوكي يا جماعة، صار وقت اني اخبركم عن المفاجأة. طبعا انا حبيت اعمل شيء سبيشل بهذا اليوم، فصار لي فترة عم بشتغل على هذا الشيء، لانه اليوم 14/1 وبيكون ذكرى خطوبتنا انا وغيث، يعني من سنة كانت حفلة الخطوبة، فحبيت اليوم هذا يكون في هيك مفاجأة حلوة نتشارك فيها معكم، اوكي؟ سو بحفلة الخطوبة من سنة كان في عطور على الطاولات، كانت هاي العطور انا وغيث مختارينا، عاملينها، انه عاملين العبوة، عاملين الباكجينج، كان very 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 special، بس كان بس للمعازيم. فقررت اني اعمل نفس المنتج وسميه 141، يعني 14/1، هاي عطر خطوبتنا بس لإلكن. For one رح افتح لكم اياه. Sharing our moments with you 14/1/2023، وهذا هو العطر. طبعا هذا العطر يونيسكس، فمناسب للبنات والشباب، وريحته كتير حلوة. طبعا هون اللوجو تبعنا، تبع كرت الدعوة، اللوجو غيث وسارة، غين وسين. تطلعن العطر، واو، باي سارة الواري. يس سارة الورع، يعني عم تحاول تبني ولا شو؟ لا، انه حط العطر ورع. المهم هذا هو العطر جايز، ما بتصدقوا قد ايه. انت باخخه؟ ايه كثير حلوه، فكره شوهه كثير حلوه وقويه وكثير مناسبه للشتويه، لانه كثير وارم. النوتس تبع العطر وارم، فيها هنت اوف فانيلا، اوكي؟ ومثل ما قلت لكم يونيسكس، يعني البنات والشباب. ريحة العطر جد، يعني اللي بيشمها من بعيد، يعني حتعرف، يعني ممكن تشمها من بعيد قد ما هي الريحة قوية وحلوة وسويت. اوكي، انا بحب العطر السويت. انا اكيد 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 ما بعمل لكم شيء مو حلو، يعني اكيد اكيد حلو. فكل ما تبخوا كل العالم رح تسألكم شو حاطين، انت بس قولوا لون 141. على فكرة بالخطوبة عندنا كل حدا اخذ العطر رجع صار بده منه مرة ثانية، بس ما كان فيه مكونات، طرينا يعني قد ايه اخذ وقت، تقريبا شهرين حتى يجوا. صار هذا العطر متاح لكم، اوكي؟ وبس في ليميتد كوانتيتي، فراح احط لكم اللينك، فوتوا وانبسطوا.